السيدات والسادة الحضور والمتابعين لصفحات التواصل الاجتماعي، مساء الخير. نرحب بكم في ندوة نساء عراقيات بالأبيض والأسود المقامة على أرض معرض العراق الدولي للكتاب. وأرحب بالضيوف الكرام الأستاذة شمران مروكل والأستاذ علاء المفرجي للتحدث عن هذه الفترة وعن كل ما شهدته من أحداث اجتماعية وسياسية، أحداث شهدتها النساء العراقيات بوجه خاص، عن قضايا المرأة وأوضاعها في الأسرة والتعليم والعمل والمجتمع، وعن عطائها الفكري وإبداعها في مجال العلم والأدب والفن، وعن أهمية الدور الذي تلعبه مشاركتها في عملية الإنتاج الاجتماعي. نلتقي اليوم لنفتح أبواب الماضي ونتحدث عن سيرة النساء في زمن الأبيض والأسود. أهلاً أستاذة شمران. أهلاً شكراً جزيلاً. يقال أن دور المرأة ومكانتها بالمجتمع العراقي اتعزز بداية الخمسينات من القرن الماضي، أي بعد ثورة 14 تموز عام 58، وبداية النظام الجمهوري وظهور حركات نسائية مثل رابطة المرأة العراقية. هل تعتقدين أنه المرأة فعلاً انطلقت من تلك الفترة بمكانتها المتميزة ومعرفتها بالوضع الاجتماعي العراقي وتداخلها بتفاصيله؟ شكراً جزيلاً. مساء الخير. طبعاً موضوع المرأة بصراحة ومشاركتها بالحراك سواء كان الاجتماعي أو السياسي أو الثقافي، يعني صعوبة نحدد الفترة الزمنية أو السنة محددة، ولكن منذ تأسيس الدولة العراقية يعني حسب الموثق يعني في الكتب والتاريخ، الأحزاب السياسية والحركات الوطنية وحتى تاريخ مؤسسة الدولة العراقية، أنه المرأة بدأت كمشاركة سياسية واجتماعية وحتى ثقافية نقدر نقول في منذ ثورة العشرين في العراق. وطبعا أيضا التاريخ حافظ لنا مشاركات أو بدايات أخرى يعني قبل هذه الفترة، منذ 1900 وقبل 1900 أكو موثق لعدد من النساء كان لهم إصدارات وكتب ومشاركات ثقافية. فيما بعد من تأسيس المدارس وبداية دخول الفتيات للتعليم وأيضا بداية الحركات الوطنية، الحركة الوطنية العراقية، صار تشجيع لمساهمة المرأة في هذه النواحي، يعني المجالات المتعددة، وأيضا تشكيل وتأسيس يعني مشاركتها في بعض الأحداث السياسية، الحركات السياسية، انتفاضات، ومن ثم بعد الحرب العالمية الأولى يعني بدأت تبلورت مساهمة المرأة بتشكيل مؤسسات ضد الفاشية، منظمات ضد الفاشية ومن أجل حقوق المرأة وحمايتها. وتبلورت في بداية الخمسينات، تجسدت في تأسيس رابطة الدفاع عن حقوق المرأة واللي تأسست 1952. وطبعا كان أكو بالإضافة إلى رابطة المرأة أكو منظمات أو مؤسسات نسوية أخرى. تبلورت بشكل أفضل طبعا بعد يعني بعد 58 بعقد مؤتمر لرابطة المرأة العراقية، وتحول اسمها في المؤتمر بال 59 في المؤتمر الأول من رابطة الدفاع عن حقوق المرأة إلى رابطة المرأة العراقية، وأيضا تمخض عن إصدار قانون الأحوال الشخصية 188 59، طبعا بدعم من دكتورة نزيه الدليمي والحركة النسوية قوتها، وأيضا كانت الحكومة العراقية في يعني مستعدة أنه
دافع عن حقوق المرأة ويعني في هذا المجال. يعني نسأل الأستاذ علاء المفرجي، هل تعتقد أن ظهور الحركات النسوية في تلك الفترة هو كان السبب بنهوض المرأة وأخذ مكانتها، أم التعليم الإلزامي اللي أقر في حينها، أم أسباب أخرى ممكن تذكر لنا إياها؟ لا شك أن الأسباب اللي ذكرتيها أنت أيضاً أسهمت في تحرير المرأة والدفاع إلى الأمام. الصوت أي إلا أنه هذه ليست هي القضية الوحيدة اللي ساهمت في اندفاع المرأة والمزاحمة لأخذ مكانها عند مع أخي الرجل في المجتمع العراقي. المجتمع العراقي مجتمع محافظ بالتأكيد يعني، ومر بنفس الظروف اللي مرت بها دول المنطقة، وكانت المرأة دائما معطلة في كل مجالات الحياة، إلا أنه في العراق بسبب وجود هذه المنظمات وأيضا في دخول أحزاب سياسية للساحة السياسية في العراق خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية، أسهمت في نشر الوعي لدى النساء للمشاركة في جميع المفاصل اللي تخص نهضة المجتمع. وأعتقد يعني شيء لا ينكر أنه كان للحزب الشيوعي أصلا موقف يعني كبير ودور كبير في هذه المسألة، وبرزت من عنده شخصيات مهمة. يكفي أن نذكر نزيهة دليمي كأول وزيرة امرأة في تاريخ الوزارات العربية كلها، يعني على مستوى الوطن العربي كانت أول امرأة تتبوأ منصب سياسي في تلك الفترة. وأعتقد أن هذه المسائل هي اللي أسهمت في، وإضافة إلى التعليم سابقا أنه النساء حتى في عوائل دينية كانت تدفع بناتها أيضا للتعليم وبرزت نساء يعني مناطق دينية أصلا يعني في كربلاء والنجف وأغلب المدن العراقية في الكاظمية مثلا، فكانت تدفعهم إلى التعليم والمساهمة في نهضة المجتمع. الكثير من جيلنا والجيل اللي بعدنا واللي بعده ما يعرفون الكثير عن تاريخ ونضال المرأة العراقية في زمن الخمسينات والستينات وما تعرضت له من تعذيب وملاحقة وما شهدته من أحداث سياسية وأحداث أخرى ممكن استمرت آثارها لحد اليوم. ممكن تتحدثينا قليلاً، خصوصاً وأن حضرتك من المساهمين بهذه الحركات ومن الشخصيات المؤثرة بالمجتمع. شكراً دكتورة. طبعاً أكيد يعني لمن لا يمكن يعني متابعة الحركة النسوية في هذا لم تكن لأنه هي مرأة، ولكن لأنها كانت منتمية إلى حركات سياسية. نعم. من هذا الباب. فأكيد يعني رح يعني يلحق ما يلحق الرجل يلحق المرأة، وما يصيب الرجل يصيب المرأة. فبالتالي مشاركتها في الحراك السياسي وفي العمل الحزبي بالذات ويعني لاقت الكثير، ونبدي يعني بدأت هي بالذات تبلورت أكثر وكانت واضحة أكثر بعد 63، يعني انقلاب 63 و يعني إجباض الأسود يعني والاغتيالات واعتقالات يعني لمئات النساء زجهم بالسجون وتعرضوا للتعذيب وتعرضوا حتى للموت يعني وأيضا عوائل كثيرة تضررت يعني بسبب أحداث 63. ثم يعني أكيد استمرت يعني هاي المسألة ما انقطعت 63، يعني وراها أيضا بين فترة أخرى يعني كل ما يصير حراك سياسي ما يصيب الرجال وما يعني ملاحقة الرجال وأيضا ملاحقة
النساء السياسيات. يعني تعتقدين حضرتك أنه النساء كانوا متعرضين لهذه الأحداث أكثر من الرجل أم كانت هو يعني لا أكيد يعني كان أقل يعني من الرجل، ولكن لأنه دور المرأة ولأنه هي امرأة ويعني دورها مو فقط مرأة وأم، وكانت العائلة تتضرر أكثر باعتقال المرأة. يعني المرأة من تعتقل يعني العائلة بالكامل راح يصير عندها يعني نوع من يعني نعم. تضرر العائلة نعم. وكثير من النساء كانوا هم وأطفالهم بالسجون، يعني يمكن من الحاضرات يجوز أو اللي يسمعوني كانوا نساء يعني موجودات هم وأطفالهم في المعتقلات يعني، وعانوا الكثير يعني من التعذيب الجسدي والنفسي، وأيضا يعني حرمان من كثير من الحقوق، يعني أهمها كان طبعا أقواها هي من الحياة، يعني حرمانهم من الحياة، وإصدار يعني أحكام بالإعدام وبالموت وبالملاحقة وبالسجن يعني لسنوات طويلة. وهذا أيضا تبع مرة ثانية بعد التغيير أيضا للحدث بعد 78-79، أيضا هذا كان المرحلة الثانية. أيضا النساء السياسيات يعني اللي كانوا يشتغلون في العمل السياسي أو المؤثرات أو حتى اللي ما كانوا رافضين لسياسة البعث خلينا نقول ورسالة البعث، حتى لو ما كانوا منتمين إلى أحزاب سياسية، وبالذات يعني الأخ طبعا ذكر بالذات الحزب الشيوعي وأيضا كان حزب الدعوة. يعني بصراحة النساء اللي انتموا إلى هاي الأحزاب تعرضوا يعني إلى الملاحقة وإلى إلى السجن وإلى يعني الإعدام. يعني مئات النساء يعني كانوا هم عضوات بالحزب الشيوعي العراقي أو حتى عضوات في رابطة المرأة العراقية تم إعدامهم، يعني أعدموا وغيبوا، بس منهم غيبوا إلى الآن هي يعني أسماء مفقودة بارد. مفقودة ما عدها يعني حتى ما عدها يعني قبر، يعني ما عدهم أثر وماكو معلومات عنهم. فبصراحة هو هذا عانته المرأة، وهذه معاناة أثرت كثيرا تأثر على المجتمع، لأنه يعني مثل ما قلت أولا كفتاة امرأة، ثانيا هي أم، هي يعني مؤثرة على المجتمع أكثر. وطبعا هذا استمر يعني استمر، ولكن المرأة يعني كانت قوية أيضا في هذا، يعني نقلت حولت نضالها من بعد أن يعني صار أكو عدم قدرة على استمرار العمل السياسي في الداخل، التحقوا بالأنصار. يعني إحنا عندنا مئات النساء اليساريات التموا إلى الحركة إلى نعم. حركة الأنصار، وحملوا السلاح في وجه النظام البائت يعني، ومن أجل العراق. وأيضا استشهدوا، يعني أيضا أسماء عشرات النساء استشهدوا في جبال كردستان في أرض كردستان في معارك من أجل حرية العراق من أجل الشعب العراقي. وأيضا لما سافروا أيضا انتهت هاي المرحلة انتقلوا إلى خارج العراق، أيضا ما استكانوا وبقوا أيضا استمروا وأسسوا يعني خلينا نقول أسسوا منتديات ثقافية، أسسوا منتديات اجتماعية سياسية، انتموا وظلوا يعني في صلتهم مع الحزب وأيضا مع المنظمات الديمقراطية، أسسوا رابطة المرأة في المنفى يعني في دول الخارج، واستمروا في عملهم السياسي الوطني الثقافي الاجتماعي. فيعني هذا في أسود، في جانب الأسود، لكن مقابلة كان أكو أيضا جانب أبيض في تلك المرحلة وفي هذه المرحلة. يعني امتد يعني النساء ونضالهم وعطائهم من تلك المرحلة إلى الآن، والآن يسهر هذا النضال، أسهر الآن موجودة عشرات ولا بل مئات، وممكن إذا نبحث ونشوف آلاف الأسماء من الشابات من النساء الشابات اللي الآن أعتقد أكثر جرأة وأكثر ثقافة وأكثر وعي بحكم التاريخ اللي هم اعتمدوا عليه وطلعوا عليه، وأيضا بحكم الثقافة الآن أكثر يعني صحيح. أبوابها أكثر، انفتاح أكثر، أيضا هناك
قوانين دولية واتفاقيات دولية ويعني جهات دولية تسندهم وتدعمهم. فهذا نضال مستمر بصراحة. خليني أنتقل من خلال كلامك للأستاذ علاء المفرجي. تحدثت الأستاذة شمران مروكل عن دور النساء الآن وقوتهم واستفادتهم من الفترة السابقة ونضال المرأة العراقية من خمسينات أو ما قبل خمسينات القرن الماضي، بالمقارنة بين جيل اليوم وجيل الخمسينات والستينات، هل هنالك تفاوت بالمستوى الفكري، بالمستوى التعليمي، بالوعي السياسي بين مرأة الخمسينات والستينات والمرأة اليوم؟ هو بالتأكيد وهذا السؤال اللي تسألي إنه هو لا يؤثر على فقط على النساء، إنه يشمل الرجال أيضا. صحيح. يعني تأثير التطورات المتلاحقة على سلوك الرجال على وعيهم مثل ما يأثر على سلوك ووعي النساء. في الأربعينات راح أذكر حقيقة يعني ما أعتقد يعني أحد يعرف معرض الكتاب اليوم يحتفي كعنوان إلى بالمفكر الكبير الدكتور هادي العلوي. هادي العلوي بيعطي نموذج من النساء تعلم قبل ليتعلم طبعا أتحدث عن هادي العلوي لأن هو يعني ابن منطقتي ابن العباسية في كرة مريم. نعم. فقبل ما يدخل المدارس هو تعلم قراءة وكتابة على يد ملة. هذه الملة كانت امرأة وليست رجل، علمتها القراءة والكتابة. نعم. واللي هي أمي. أي. نعم. هذا نموذج صغير يعني اللي كانت يعني بتأثير والدها. نعم. قرأت القرآن حتى أصبحت من حفظته يعني من حفظة القرآن، فقامت صارت مؤهلة لتدريس الأولاد بال. نعم. فيما بعد صارت المدارس ودخلوا إلى المدارس. بالتأكيد هي كانت تأثر يعني السنوات الخمسينات والستينات على وعي النساء مقارنة بالوقت الحاضر. الوقت الحاضر هو دخول يعني هذا السماء المفتوحة، دخول الانترنت ودخول التطورات الرقمية المطردة إلى العالم أجبر النساء على يعني غيرا من سلوك في بعض من وعيهن، يعني يتغير عن النساء السابقات. النساء السابقات كانوا يشغلن فقط أنه أقصى طموحهن أنه يدخلن دراسة يعني مدرسة حتى يحصلن تعليم حتى يزاحمن الرجل في أمور الحياة. وخرجت من عدن نساء يعني مثل زها حديد وغير زها حديد في يعني نساء كان لهم دور يعني حاضر ومشهود في المجتمع في حركة المجتمع. فهذه التأثيرات أكيد غيرت النساء يعني من فترة الخمسينات والستينات إلى حدثة بالتأكيد تغير الوعي كمقارنة يعني إلا أنه أكو ضغوط يعني أكو ضغوط أحيانا دينية وأحيانا اجتماعية. نعم. وأحيانا قليلة أيضا سياسية تأثر على وعي المرأة وتقدم الأمان. شكرا. أستاذة شمران، كيف كانت تتعامل العائلة مع الشابة اللي كان عندها طموح بالدراسة بالتحرر بنزع الحجاب بكل القضايا اللي كانت مؤثرة في حينها؟ كيف كانت تتعامل الأم؟ كيف كان يتعامل الأب؟ العشيرة، القبيلة، كيف كانوا يتعاملون مع مثل هذه الحركات؟ طبعاً ما أعتقد أكو تغيير هواية صاير يعني. نعم. بصراحة يعني ولكن الوضع شوية يختلف. إحنا ظروف السابقة يعني اللي أنا عشتها مثلاً إحنا مرينا بحروب، يعني العراق مر بحرب نعرف حروب 8 سنوات وبعدها الغزوين الكويت وبعدها صار الحصار الاقتصادي. طبعا هاي كلها اثرت يعني كانت تاثر على الوضع الاقتصادي وحتى على يعني حفاظ على امن الفتاه يعني يجوز هو الان بحجه الحفاظ على
منها وعلى توفير الأمان إلها حتى يتم تزويجها، يعني إخراجها من المدرسة وتزويجها. نعم. تيجي الفترة يجوز ما كان بسبب هذا، ولكن الوضع الاقتصادي، الأوضاع الاقتصادية كانت يعني مو جيدة كلش، يعني بصراحة كان عندنا معاناة يعني بالقضايا العائلية، يعني أكثر النساء أولادهم وأزواجهم بالحرب، وكثير منهم استشهدوا وقتلوا بالحرب، واللي تأثروا بالحرب، فصار يعني حتى العائلة صار أكو تفكك حتى نوع العائلة يعني. ولو كانت المدارس مستمرة يعني ما كان أكو فهم مثل ما موجود الآن، يعني لأسباب أخرى غير اللي موجودة الآن أيضا كان يعني الفتيات قليل ما يكملون دراساتهم. نعم. ولكن اللي كانت ترغب واللي ظروفها العائلي يسمح أكيد كانت يعني تكمل دراسة، وحتى كانوا بصراحة مو مثل هسه، يعني هسه بسبب الوضع الأمني وما عانينا بسبب الطائفية وداعش وهي الأسباب الأخرى، فقدان الوضع الأمني، يعني الذهاب للدراسة في المحافظات صعبة، ولكن سابقا كان ممكن يعني طالبة تنقبل هي من بغداد تنقبل بالبصرة، تنقبل بالموصل، تنقبل في أي جامعة أخرى من الجامعات بكل بساطة، ماكو اعتراض، يعني تروح تسافر وأكو أقسام داخلية مؤمنة، وأيضا كان أكو تغطية مالية، يعني يوفروا لهم دعم مالي للطالبات والطلاب بالأقسام الداخلية. الآن هذه مفقودة، يعني هذه المفقودة، وطبعا هو كله بسبب الوضع السياسي، يعني الأوضاع السياسية هي اللي توفر هذا الأمان حتى المجتمع يعيش حياته بشكل طبيعي، فمن ماكو أمان أكيد يعني يأثر على سير الحياة بشكل طبيعي، شوية صعبة تصير، فمعاناة كانت كبيرة بصراحة، يعني خاصة في وقت اللي صار به الحصار الاقتصادي، يعني الحصار النساء العراقيات عانوا الكثير، يعني الآن يجوز شباب الآن وشابات يتذكر يعني يسمعوها، ولكن احنا عشناها. نعم. لما نقول انه فعلا حتى طحين ما كان عندنا بالبيت، فعلا ما كان اكو طحين، كان عندنا بدائل اخرى. نعم. خبز ماكو، احنا نسوي الخبز نعجن. صح. فعلا هذا احنا سويناه، الآن يسمعوه يجوز يتعاطفون ويانا وكذا، بس احنا عشناه. وبجانب هذه الأمور الآن أكو غير معاناة، يعني هي المعاناة موجودة ولكن بشكل آخر، بشكل آخر. طيب أنت تعتبرين الفترة هذه هي فترة الأبيض أو الأسود، وفترة الخمسينات هل هي الأبيض أو الأسود بصراحة بصراحة يعني أنا مواليد 50، يعني نعم. عشت الخمسينات، يعني نعم. عشت الملكية. نعم. شفت الملك فيصل الثاني، يعني شفته. نعم. التقيت به، قدمت لباقة ورث يعني بال57 وراء، ايضا الظروف يعني اتذكر كل الاوضاع، كان اكو يعني اكو ابيض واكو اسود بذاك الزمان. نعم. والان اكو ابيض واكو اسود. صحيح. ايضا يعني ما نقدر نقول المرحله كلها بيضاء، لانه كان اكو سواد كثير، مديات الابيض والاسود، السواد كثير في عده مجالات، مجال سياسي، مجال اقتصادي، مجال اجتماعي اكو، والان ايضا نفس الحاله، الان في هذه المرحله ايضا هناك ما هو يعني أكل أبيض وأكل أسود. نعم. ولكن الآن أعتقد الأبيض أكثر بالرغم من المعاناة اللي نعيشها والمشاكل، أعتقد هاي مؤقتة كلها تنحل، لكن أكو وعي أكثر، أكو وسائل لتصحيح المسارات أكثر. صح. من السابق. الآن أكو الوعي، أكو الثقافة، أكو الاطلاع، أكو يعني مؤسسات دولية، يعني إحنا حتى الوضع السياسي اللي نعيشه، يعني إحنا وضع ديمقراطي، وإذا ننفذه يعني بشكل صحيح، إذا أمورنا صحيحة أعتقد راح نوصل للصحيح، لأن إحنا عندنا انتخابات، وأي برلمان يعني نوصله هو يوصل، عندنا أحسن دستور وبيبقى، وعندنا بعض المشاكل في قضية منظومة القوانين، هاي المنظومة القوانين احنا نشتغل ونعمل انه يصير تصحيح بها، مثل القوانين العراقية خاصة فيما يخص الحريات، فيما يخص المرأة، اما اعتقد الامور يعني افضل من السابق. انا اتوجه بالسؤال للأستاذ علاء. نعم. في ذاكرتك الصورة النمطية للمرأة في زمن الخمسينات والستينات كيف ممكن توصفها؟ ايش قد؟
المرأة العراقية في زمن الخمسينات والستينات، كيف ممكن توصفها؟ أهم الملامح اللي ممكن تذكرها عن هذه المرأة. احنا بدنا نعرض هنا مجموعة من الصور، نساء مدنيات، نساء من الريف، نساء غير متعلمات ومتعلمات. انطيني وصف لصورة المرأة في ذلك الزمن بالنسبة لك. أنا مع الست قالت إنه أبيض وأسود أكو بالزمن الماضي. لأنه لين كوني يعني منتسب للمدى، المدى قصدت من الزمن الأبيض والأسود هو إحالة تاريخية يعني. نعم. يعني كناية عن فترة صحيح. الزمن القديم. نعم. نقول يعني مرتبطة تاريخيا بالزمن يعني. نعم. ذاك الزمن. لأنه لاني ألاحظ يعني بالنسبة للنساء، أعتقد أنه سنوات الخمسينات والستينيات كانت مشرقة، بدليل ما نشوفه الآن بالصور، كانت مشرقة ما يقارن الآن. أنا لا أريد أن أظلم النساء الآن، لكن كانوا أكثر انفتاحا يعني. يعني للأسف إحنا نذكر فيما مضى الزمن الماضي أنه تعتبر المرأة لا زالت ما مكتسبة ذاك الوعي الكامل بالتحرر وغير شيء. الآن هسه الصور اللي تعطيناها اللي هي بالأبيض والأسود تعطينا عكس هذا الأمر يعني في كل المجالات. هسه الآن أنا أدابا وعصور وتتحول في كل المجالات، كانت المرأة بتقديري أنه مكتسبة مكانة بقوة يعني ذاك الوقت. لا أعرف أنه بالفترة الحالية لا، شهدت استسلام تمام يعني يعني للأسف للوازع الديني أو الاجتماعي أو ما إلى ذلك يعني. نعم. أي. أستاذة شمران، تبوأت المرأة في ذاك الوقت مكانة اجتماعية كبيرة ومناصب، و حصلت على وزارة وحصلت على عناوين وظيفية مهمة بدون العودة للكوتة. اليوم نحن عندنا الكوتة، فهل تعتقدين أن الكوتة بعد 2003 خدمت المرأة أم سببت بتراجع أدوارها وأصبح مجرد رقم خالي من المحتوى؟ رأيك؟ هو بصراحة يعني الكوتة شفناها ضرورية، لأنه تحدث الأخ طبعا أنه أكو تراجع في فهم دور المرأة وأهمية دورها أنه تكون موجودة في يعني في البرلمان وفي المؤسسات الحكومية. يعني السياسية وصاحبة قرار. نعم. فلذلك الكوتة، هي الخلل مو بالكوتة، الخلل بالطريقة اللي يتم بها يعني اختيار، مو فقط النساء بصراحة، النساء والرجال اللي الرجال هم مو بالكوتة، ولكن هل يوصلون إلى قبة البرلمان أفضل للرجال يعني؟ فبالتالي الخلل هو بالنظام السياسي اللي موجود، النظام الطائفي الموجود، الطائفية الموجودة هي الخلل بهذا النظام. الخلل مو في الكوتة، ولا يعني إحنا في كل الأحوال نحتاج الكوتة إلى أن يعني تثبت فعلا المجتمع يوصل إلى مرحلة يوعي ويعني يفهم أنه المرأة لها نفس دور الرجل في المجتمع. ولكن الخلل هو في طريقة وصول هؤلاء الناس، هؤلاء الأشخاص، هؤلاء البرلمان الأعضاء يوصلون إلى البرلمان وحتى الوزارات حتى التنفيذية. يعني بصراحة احنا عندنا خلل، عندنا خلل كبير في حتى في الوزارات، يعني انه ما عندنا نسبة اللي مطبق الكوتا المطبقة على البرلمان. صحيح. هي غير مطبقة على التنفيذية ولا على مؤسسات الدولة. يعني انا كنت فترة موظفة في وزارة الثقافة، 14 مدير عام، كان 14 مدير عام، مدير عام واحدة فقط امرأة، وهسه يمكن اكو واحدة او اثنين او ثلاثة يعني ما اعرف بالضبط، بس المؤسسات ماكو يعني ماكو مناصفة، في حين هسه العالم كله دي يبحث عن المناصفة. نعم. يعني مناصفة الأدوار بين الرجال والنساء، والنساء العراقيات قادرات فعلا، احنا عندنا نساء كفؤات، ولكن مع الأسف الوضع السياسي اللي دا نعيشه ما دا يقدرون يوصلون إلى مواقع صنع القرار.
لو يوصلون إلى مواقع صنع القرار أعتقد راح يصير عندنا تغيير جوهري وجذري في حتى طريقة العمل. يعني إحنا حتى النزاهة يعني الكثير من الحديث يدور إنه المرأة أكثر نزاهة، يعني صحيح مو مطلق يعني مو نهائي، بس ولكن المرأة فعلا أكثر قد تكون أكثر، وإحنا دنعيش يعني في بؤرة من الفساد. أنا ما فساد عندنا، يعني السبب الرئيسي الآن لكل الخلل اللي دا يصير هو المحاصصة والفساد. فهاي إذا تخلصنا من عنده، إذا انتهينا، إذا وصلنا إلى وضع أفضل، يعني أكيد يعني المرأة والرجل ما راح نفكر أنه هذه امرأة راح تصير بالوزارة وهذا الرجل، لا، وإنما هذا الشخص هو كفو، هذا الرجل هذا الشخص يستحق أن يكون في المكان الفلاني، ما ننظر إلى كمرأة ورجل. نعم. الآن ده نضطر نحكي بهذا الحديث لأن أكو تهميش كبير لدور المرأة سواء في المؤسسات السياسية أو حتى اللي موجودات الآن بالبرلمان. نعم. بصراحة هم يعني يمثلون أحزابهم، يمثلون الكتل السياسية اللي هم رشحوهم. أستاذ ألاء، نعم. أسألك باعتبارك معاصر لفترة السبعينات والثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي، بدون ما أكبرك طبعاً، شهدنا أو شهدت حضرتك صعود لدور المرأة بالعراق، وفعلاً كان لها دور كبير، لكن كان في تراجع، يمكن في منتصف السبعينات ونهاية السبعينات كان التراجع أكبر، وفي التسعينات يمكن شهدت المرأة العراقية أسوأ فتراتها بعد الحملة الإيمانية اللي أطلقها نظام البعثي سابقا بال92، وحجم دور المرأة، وكما نذكر أنه بالتعاون مع الاتحاد العام لنساء العراق كان هنالك حملات مع فدائي صدام أيضا لقتل النساء بدون مبرر، وعمل احتفالات كبيرة بعد قتل ذول النساء بتهم قد تكون غير حقيقية وغير صحيحة وقد تكون كيدية. فهنالك أسباب كثيرة، لكن أنا باعتقادي أنه كان هذا له دور كبير، يعني حجم المرأة خلاها تتراجع من الصفوف الأولى اللي كانت متقدمتها بالمجتمع. شنو باعتقادك يعني ممكن أمور أخرى أو عوامل أخرى أثرت أيضا على تراجع النساء؟ بتقديري أنه قضيتين، يعني حدثين تاريخية صاروا بتاريخ العراق الحالي. نعم. هي اللي أثرت على المرأة بشكل كبير، يعني نعم. اللي هو قانون الأحوال الشخصية اللي صدر بال59. نعم. اللي كان سبب في أن المرأة يعني تعزز وضعها ووجودها بالمجتمع. نعم. القضية الثانية هي مثل ما قلت هي المرحلة الحملة الإيمانية اللي بدأ تقتل بها النساء بالسيف. نعم. كانت في أيام التسعينيات يعني تقتل بالسيف، هي نفسها النساء اللي كانت تقتل بالسيف كانت فيما مضى، ومثل ما حكونا يعني ناس مهتمين بتاريخ العراق انه كانوا يطمون المناضلين مثل هؤلاء النساء. نعم. اللي يمارسون مهنه معينه قد تكون هي اقدم مهنه بالتاريخ، يعني ليست في. نعم. كانوا يضمون المناضلين ويوزعون المنشورات. نعم. وهذا فد دور كلش كبير، يعني في بعد الحمله الايمانيه هاي المراه بدات تقتل بالسيف، قتلت هواي نساء أكثر من 80 امرأة في حين في بغداد فقط. إيه في. نعم. في زمن خاصة في فترة التسعينيات. نعم. وهي هاي بتقديري كلها أسبابها يعني اجتماعية واقتصادية بالدرجة الأولى، يعني إنه إحنا دخلنا في نفق مظلم اللي كان هو اسمه الحصار. نعم. عن العراق اللي هو جاب العراق نفسه طبعا، ومعية الدول الخارجية فرضت على العراق، هذا زاد من تدهور وضع المرأة. و يعني لازم نعرف انه احنا الرجل بدا يتهرب من العمل بال90ات، يعني نعم. كانوا يدفعون رشوة حتى يطلع تقاعد مثلا. نعم. نعم. وهي يعني ما يعني أثرت. ما صايرة بكل نعم. التاريخ الوضعات بالعالم كله. نعم. انه تدفع رشوة حتى يطلع تقاعد حتى ما يدخل، فما بالك بالمرأة يعني. نعم.
وهواي نساء تعطلوا عن العمل، يعني تركوا العمل بسبب هاي الظروف القاسية اللي كان يمر بها العراق. نعم صحيح. نعم. يعني احنا الحديث يطول، في حال ردنا نتحدث عن دور النساء العراقيات بالذات وكل ما شهدوا من أحداث ومن حروب ومن حصار ومن متغيرات طرأت على المجتمع العراقي بسبب كل هذه الظروف. أنا راح أفتح باب الحوار مع السادة الحاضرين، وأتمنى من المخرج إذا ساعدنا بالمايك. الماي نعم من السادة الجمهور الكريم إذا أحد يحب يتفضل بسؤال تفضلي. مساء الخير عليكم. شكرا لمعرض الكتاب، هذا الصرح الثقافي الدولي اللي يعني العراقيين يعني يظلون يوم يوم يحسبوا له حتى يحضرون هذا الصرح الثقافي. شكرا للأساتذة المتحدثين، شكرا العزيزة ست شميران والأستاذ. بصراحة وحضرتك تتحدثين ويا الأساتذة وست شميران والأستاذ، وعرض هذه الصور اللي بأسود وأبيض، مع الأسف يعني قمنا نتحصر على الأيام اللي كانت، خاصة بوضع المرأة حاليا، يعني من التهميش اللي إذا تشوفه، عدم وجودها بصنع القرار اللي تحتاجه. حتى تحدثت ست شميران، هناك نساء جديرات ويعني وخبيرات وعتن يعني امتيازات عالية، وممكن يكون أنا بصنع القرار. نعم. بس مع الأسف نشوف العدد كلش محدود. نعم. بالنسبة لمديرات عام أو عميدة جامعة أو حتى وزيرات أو وزيرات. نعم. نعم. يعني بس بهاي الدورة كان ثلاثة أو. نعم. يعني عدد كلش قليل، بينما إحنا نطمح كنساء عراقيات وكمجتمع عراقي مثقف واعي، ونعتبر العراق دولة مدنية، يعني نطمح دولة مدنية ديمقراطية، نتحدث نتمنى تكون يعني دور المرأة أوسع وأجدر بمكانتها بصنع القرار. شكرا جزيلا لكم. شكرا ست غادة. سؤال آخر؟ سؤال آخر الأستاذ. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا جزيلا، شكرا لمعرض الكتاب وللأستاذ شميران والأستاذ علاء. في موضوع المرأة، يعني المرأة والعلاقة المجتمع بالمرأة، هذا يعتمد على طبيعة نظام سياسي. نعم. النظام السياسي يعني المرأة العراقية حصلت على حقوق وحقوق عظيمة من خلال قانون الأحوال الشخصية عام 1959، وحاولوا الكثيرين الالتفاف عليها. حتى في زمن النظام السابق يعني شرعت قوانين هي دعمت، أيضا دعمت القانون الأحوال الشخصية. المصيبة يعني أنا باعتقادي المصيبة يعني أكثر مرحلة حصل هناك حيف تجاه المرأة في هذا الزمن ما بعد 2003. تصوري أنه محكمة اتحادية تجيز معاقبة المرأة، يعني صور هاي المحكمة الدستورية القانونية اللي هي الوجه الحضاري والمدني للبلد، هذا يعني تتخذ هكذا قرار انه من حق الرجل ان يؤدب المرأة. بتدرين يعني التأديب يمكن يعني يبدي من الشيء الجرح البسيط الى يعني محاولة القتل، هذا جانب. حتى هذا قانون ذول القاعدين هسه العظماء اللي موجودين بال مجلس النواب ذول العباقرة، يعني هذا تمرير مع قضية العنف الأسري وهاي القوانين اللي هذه. لكن هناك أكو ملاحظة هي للمرأة العراقية حاليا، هذه المرأة لغاية الآن هي متفرجة وتنظر من وراء جدار بسبب هاي الأحكام المؤسسات الدينية، بسبب يعني القضية العشائرية، وهذه هي قاعدة تحد من حركتها، ولذلك قاعد تفرض عليها يوما بعد يوم أكو هناك قيود. وأعتقد أنه دور المرأة الحالي أن تتصدى بشكل شجاع كما كانت في السابق في الأربعينيات والخمسينيات وحصلت حقوقها، لأن هؤلاء
مجرمون أوباش، وبالتالي هم كل ما يستطيعوا أن ينتهكوا حقوق المرأة لا يعني لا يتوانون عن هذا الأمر. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا للسادة الحضور. شكرا للأستاذة شمران مروكي، للأستاذة علاء المفرجي. يبقى المستقبل هو الأمل اللي تطلع إليه المرأة بالعراق. شكرا لكل الحاضرين. شكرا جزيلا.